يقول نسيت دعاء السفر تذكرته عندما وصلت للبلد المتوجه له، هل أقوله؟ نعم، أنت ما زلت في سفر، أنت ما زلت في سفر، إلا إذا كنت ستستقر بالبلد التي توجهت إليها فهذا موضوع آخر. أما إذا ما زلت يعني إذا كنت ستبقى فيها يومين أو ثلاثة أو أربعة يعني وترجع، تقوله نعم.